بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن تحديث جديد في موقع التعدين العالمي فوزكس. طبعا موقع فوزكس موقع صادق وأمين وآمن ويدفع للجميع إلى حدود الساعة، وكنت قد شرحته في عدة فيديوهات، سوف أضع لكم روابط الشرح إن شاء الله أسفل الفيديو. ها هو الخبر الجديد أو التحديث الجديد الذي هم تحدثوا عنه. لو ضغطنا هنا فسوف يخرج الخبر هنا كما ترونه، سوف ننسخه ثم نترجمه عن طريق مترجم جوجل لنقرأه مع بعض. ولو ذهبنا إلى الأخبار هنا سوف نجد الخبر بتاريخ 23/2/2018. لو ضغطنا هنا لخرج لنا نفس الخبر. طيب نأتي الآن هنا ونترجمه. كما ترون الأعمال المؤكدة شركاء من شركة فوزكس. نحن دائما الوفاء بوعودنا لعمل صادق وشفاف. سجلنا شركة في هونغ كونغ. هذه الخطوة تسمح لنا للدخول في المجال القانوني وأبرام الصفقات والاتفاقات مع كل من الشركات الكبيرة والشركاء الأفراد. نحن شفافة ونزيهة ومفتوحة، وثائق التسجيل متاحة للجميع. مررنا جميع الشيكات اللازمة وتلقي إيفسل الأخضر بار. في سطر الأوامر من المتصفح يمكنك مراقبة قفل أخضر مع اسم شركتنا التي تضمن أقصى قدر من الموثوقية والأمن لجميع المعلومات والمعاملات المالية. كما مررنا عدد من عمليات التحقق والتحقق المستغلة من أعمالنا للحصول على أفضل الأختام الأمنية. يتم اختبار عملنا ويمكنك أيضا التأكد من ذلك. التفاصيل والوثائق في قسم من نحن. فيزوكس هو أفضل التعدين العام الرسمي. طبعا لو ذهبنا إلى من نحن هنا فسوف نجد الوثائق. ها هي كما ترونها، لو ضغطنا هنا كما ترون ها هي وثيقة وها هي الوثيقة الثانية. طبعا أيضا هناك شركات الأمن والأمان، هناك بعدد أربع يعملون، أو عفوا عبارة عن ثلاث، واحدة اثنتان ثلاث، ميكافي ما بعد، وأي في جي ما بعد، ونوتورو أيضا ما بعد، وهذه أيضا ما بعد. هذا جرين بار من اللون الأخضر. لو ضغطنا هنا بإمكانك أن تروا عدة معلومات كما ترون. شركة أمنية هذه، وأيضا هذه كما ترون الآن المعلومات. أيضا هذه شركة أمنية، أيضا هذه شركة أمنية. طيب ممتاز جدا، نحن ننصح بالتعامل مع هذه الشركة وبشراء قوة تعدين بها. فالشركة صادقة ومضمونة وآمنة وأمينة وتدفع للجميع إلى حدود الساعة. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو ووضع تعليق على هذا الفيديو، ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة للجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.